فضلا عن الفاعل الجمعوي والرجل العصامي المرحوم حفيد الدريفي. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين. كنشوف على انه لان كنا كنتو غادي بواحد الوتيره مزيانه الدوره الاولى والدوره الثانيه، ولكن داك السنتين ديال الدور وكما قال السي بنور عز الدين في البدايه كان هذا السباق كان غيكون في لوطون ديال مالك. السباق بدا بدا صغير ولكن راه كبر كبر في عين الناس وفي عين لي زاتليت عدد اللي الجمعيات والفاعلين الجمعويين والعدائيين، وكذلك ارحب بالسيد حسن البيضاوي اللي غني عن التعريف والمتخصص في تقديم الماراثونات الدوليه في المغرب. كاين مشاكل كبيره في الموارد اللي بغيت نضيف انا هي كاين جوج ديال التظاهرات. كاين تظاهره ديال 22 مايو ديال الكبار، وهذا راه في حد ذاته واحد العرس كبير. كان هذا واحد ذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال عادي. سيدنا قال في واحد الخطة ديال 2003 من الدورة 87 من الدورة الأولى من 1987 إلى الدورة 31 شهر. ما بداش يلتحقوا بكلوب آخرين. ولكن شتي المشكل في الدولي غادي نطلعوا مع شارع الحسن الثاني صعودا حتى نوصلوا على شارع محمد السادس. محمد السادس حدا الامن. كنتمنى انني كنت قد نجحت في التعريف بالمسار ديال السباق، وكانت ان شاء الله هذا العام غادي نحاولوا نوفروا الماء يعني يكون بشكل كافي. لذلك الجمعية في دورتها الثالثة أفلحت ونجحت. أصلا ما كيكون لنا حتى شي واحد لأن عندها غير على هذه المدينة وتحس بالواجب وكتقدم لنا مساعدات. الناس كنشكركم بزاف، كنشد على اليدين ديالكم بشكل كبير بكل صراحة. الحمد لله الناس متقفين واعيين إلى آخره، وكنشكر الشكر الجزيل للسي حسن اللي خديتي العناء ديال السفر وجيتي وكما شميتيش سنفتي بان هاد الناس نزهاء وكيخدموا وانت ما تجيش.